أمي سيري خطبي البنت إن شاء الله بي طالع أهلها. إنزين سارت رمست الأم عذيجة نبى بنتك حق ولدنا. إنزين سارت عذيجة رمست بنته هاي استحت. هي يقولك البكر إذا استحت سكتت على طول يعني موافقة. إنزين واللي تحت البكر لا تضحكين كلام من الدين هذا. إنزين وإذا تحت البكر لازم تقولوا موافقة. إنزين جت هايتي مسكينة خلنا نقول البكر استحت يعني شو موافقة. ردت على أمك إنزين قالت لها البنت موافقة وكان بتولنا وها الحين أنت مستانس. سارت أمك وصرت أنت تسير عند الريايل رمست العم قال لك والله نحنا نبغي الريال بعقاله ومناك يشور اللبو مو بعنده وروحه خاتم في صبع حرمته. جت الام الحين انت رمست قال لك والله نبغى الريال بعقاله وتعش اللب عباته مره الحين نجيب لك هذا يكتب كتاب يكتب الكتاب وروح عند امك. شو يستوي الكلام غير فقير وحليل الا 400 الف الحين 400 الف لو بتحسبها يواني عيش طول السنه خلصا ال 400 الف الحين.